على الرغم من العنف الذي جوبهت به ثورة تشرين في العراق، والتي تسببت باستشهاد مئات وإصابة آلاف، فضلاً عن اعتقال آلاف آخرين من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أنها لم تفقد بريقها بشأن مطالبها التي خرجت لأجلها. محاولات حكومية متواصلة راهن بعض المسؤولين فيها على عامل الوقت ويأس المتظاهرين وتركهم ساحات الاعتصام، إلا أن الواقع على الأرض كان مزيداً من الإصرار على مطلب إسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة في العراق. ما نتعب منا للموت، للموت للموت، أبد أبد ما نتعب. سلمية باقين رافعين علمنا على ما يسوون نحل. وأكد المتظاهرون أن قوى العملية السياسية في العراق لجأت إلى خلق أزمات جديدة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات بمطالبتهم القوات الأمريكية بالخروج بعد إخفاقهم في الإجهاز على الثورة. تخرب تظاهراتي وطالب لي بخروج الاحتلال اللي هو راح يفرض علينا عقوبات، واللي ما تعرفون شنو عقوباته اللي راح ترجعنا للصفر، يعني كيكة عيد ميلاد لطفلك ما راح تقدر تسويها، بنطرون تشتريه بشكل العالم وقميص ما راح تقدر تسويه، راح ترجعونا قرن لورا. احنا نطالبكم، انتم اول شيء فاقدين للشرعيه، انتم وبرلمانكم، انتم وحكومتكم فاقدين للشرعيه، ما تمثلون شعب. وعلى ما يبدو فان عامل الوقت الذي تراهن عليه الاحزاب والقوى السياسيه اخفق ايضا في اخماد التظاهرات نهائيا. ما يملون حتى اذا يبقون شهر شهرين ثلاثه حتى اذا سنه الا نحقق الهدف. الهدف مو ان كل العراقيين، يعني اللي قاعد ببيته والجاي هنا جاي يساعدنا ويشاركنا بالأجل خدمة البلد. هاي الحكومة أريد تغيير، ما أريد لا مسائل ترقيعية ولا أجيب هذا ولا أريد هذا، أريد حكومة جديدة. متظاهرو ساحة التحرير في بغداد أكدوا عزمهم على طرد جميع الأحزاب الفاسدة التي تسيطر على العراق ومقدراته. هذا الاختراق اللي صار سبب الأحزاب الفاسدة، سبب الأحزاب الفاسدة اللي أكتمت على صدور العراقيين مقارب أكثر من 13 عام. هذا الاختراق السيادي نتيجة المحاصصة ونتيجة الفساد اللي مستشرف دوائر الدولة. اليوم الشعب العراقي مو بس يطالب بعمل ولا يطالب بوظيفة، لا، اليوم الشعب العراقي يطالب بطرد الأحزاب الفاسدة اللي وصلت هذا البلد إلى هاي المرحلة. ثمة ما يؤكد أن فرصة ثورة تشرين في إنقاذ العراق باتت الآن أكبر في ضوء المجابهة بين أمريكا وإيران، لأنهما كانا وما زالا الداعمين الرئيسين للعملية السياسية وأحزابها الفاسدة. واحد بس، واحد بس يريد تغييره، ما يطبل للعجب والعرب هنا جاي.